مساء الخير اعزائي المشاهدين، واهلا وسهلا بيكم حلقه جديده من برنامجكم سكرين شوت. طبعا النهارده حلقتنا حلقه مميزه بتختلف عن كل الحلقات الماضيه، لانها هنتكلم فيها عن انتصارات اكتوبر ودور القوات المسلحه ودور الشباب، وهينتبه جانب فني اخر مميز. فتعتبر حلقه يعني شاملة، يعني فيها كذا عنصر وكذا محور هنتكلم فيه. عشان كده كان لازم يكون معانا نخبة من العمالقة في المجتمع لهم دور فعال. أولا عندنا النهاردة الفنانة تعتبر آخر العنقود لعائلة عاكف، فهي طبعا تعتبر عمتها الفنانة القديرة نعيمة عاكف، ممثلة قديرة تعتبر قامت بأدوار عديدة، من أهم الأدوار اللي قامت بيها في مراحل سنها وهي صغيرة حوالي 50 مسلسل و30 مسرحية، وقامت بأدوار عديدة من الأفلام، لكن كان عندها دايما حظر في ان لازم تقوم بأدوار مميزة، لذلك لأنها كانت بتعتبر الفن يعتبر بالنسبة لها الفن مش مجرد وسيلة، لا هي رسالة فنية لازم توصل للإنسان أو توصل للمجتمع بطريقة راقية. فكانت بتقول إن الفن رسالة وليس إغراء، فكان دايما عندها فكر مميز، وكانت لها بصمة مميزة في عالم السيرك منذ الصغر. طبعا تدرجت تدريجيا إلى أن وصلت إلى مستوى عالي من الفن، وتحولت بقى هذا الفن إلى مجال سياسي، فانتقلت بعد كده إلى الجانب السياسي وكان لها دور برضو فعال في السياسة. معانا النهاردة الفنانة القديرة هند عاكف، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، نورتينا يا فندم. ربنا يخليك. ومعانا معانا المهندس عمرو الأسواني، المنسق العام لمبادرة تكون إيجابي والمرشح المنتظر لمجلس النواب. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا، تشرفنا يا فندم. وشرفنا طبعا وجود الدكتور اللواء فوزي رمضان، المؤسس لمبادرة دعم السيسي والاتصال الإعلامي. أهلا وسهلا. أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا انا سعيده جدا بلقائي معاكم وبالمجموعه الجميله المشرفه ديت، ونبدا بقى نتكلم ونسال بقى الاسئله القويه اللي احنا عايزين نسالها. قبل ما اسال اي حاجه واخش في الجانب السياسي، احب اسال سؤال واحد. هل حضرتك كان ليكي يعني الفنانه هند نعيمه عاكف كان ليكي ليها حاجات عندك كنت بتقلديها او في حاجات شبهها؟ اي حاجه، بس اسمحي لي ان احنا طبعا انا اسره الصديقه والاستاذه الاعلاميه استاذه ساميه زين العابدين رحمه الله عليها. يا رب يعني يلهم اسرتها الصبر والسلوان. الخبر ده كان مزعج جدا النهارده الصبح. البقاء لله. طبعا العزيزة الصديقة الإعلامية سامية زين العابدين، طبعا زوجة العميد أركان حرب أستاذ عادل، العميد أركان حرب عادل قاضي فلا تسع، الله يرحمه. اسمحوا لي إن احنا من خلال البرنامج نقدم لها النعي ونطلب يعني من كل السادة المشاهدين إن هم نسألهم الدعاء قراءة الفاتحة. الحمد لله. نرجع لسؤالنا بقى، ندخل بقى في، بصي اولا ميرسي على المقدمه الجميله، بس هم مش 50 مسلسل، لا هم اكتر من كده بكتير يعني. يعني الى حد ما يعني مش 50 لا طبعا هو حاجات كتير جدا يعني، احنا عملنا بس حصر بسيط كده يعني حصر بسيط. عايزه اقول لحضرتك كنت بتسالي على الفنانه نعيمه عاكف، على فكره هي ذكرها الاسبوع ده، فبرضه يعني حاجه جميله ان احنا طبعا اتشرفتينا خلال ذكرى. ربنا يخليك. لا هو اكيد طبعا، هو انا ما اتولدت كانت الله يرحمها عمتي مش موجوده يعني، ولكن وفي زي ما تقولي عارفه اللي هو الجينات، يعني الجينات الوراثيه ممكن تلاقيها موجوده شويه.
بحكم الجينات بس، لكن انا مش بقلدها تقليد مقصود، لا هي جينات. جينات يعني كان في تشابه، يعني بعض التشابه. يعني انت وانت قاعده معايا هتحسي شويه كده بحاجات انا مش حابه ان انا اللي اقول. احنا بس هتحسي كده بشويه حاجات، يعني كانك مثلا في روح، يعني تحسي ان روح، في روح منها لمسات كده بسيطه يعني. طبعا لازم بقى الحاجات الجينات الموجوده يعني. طيب نسال بقى اول سؤال للست اللواء، عايز اقول يعني راي حضرتك ايه في الجيل الصاعد ومؤثراته في ذكرى اكتوبر؟ يعني الجيل بتاعنا دوت، حضرتك شايف ان هو بيتاثر بالذكرى؟ الجيل بتاعنا احنا ولا الجيل الصاعد؟ لا الجيل الصاعد، الجيل اللي طالع دلوقتي يعني عنده بقى يعني روح ان هو سعيد بقى بالذكرى، ويعني حضرتك شايف حكايه ولا حاجه؟ الجيل السوشيال ميديا او جيل العالم الافتراضي ده ليه منظومه خاصه وعالمه وخياله الرحب الواسع. جيل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي قصه كبيره، يعني هو عايش في عالم بتاعه يعني، لدرجه ان انت بعض الشباب لما كنا بندي محاضرات في الجامعه وبيتكلموا على حرب اكتوبر يقول لك في مدينه اسمها 6 اكتوبر في الجيزه، هو مش معاك خالص. لا فعلا طبعا حرب اكتوبر جيل السبعينات وجيل الثمانينات ممكن ولغايه التسعينات كده ملمس مع هذه الحرب. احنا بقينا 47 سنه على ذكرى 73، يعني القادة كلهم كانوا في ايامهم، كان يعني اكبر ضابط كان عنده مثلا 50 سنه ولا 45 سنه، دلوقتي شوف ضيف عليه 47 سنه، ده زمن كبير. الجيل الشباب اللي هم دلوقتي الواعدين دولت هم مسؤوليتنا ان احنا نعرفهم بانتصارات اكتوبر بشكل مش في شاشه التلفزيون، يعني شاشه التلفزيون ما لهاش تاثير عليهم قوي اكتر من السوشيال ميديا واللقاءات اللي هي الجماهيريه واللقاءات في الجامعات عشان يفهم حرب اكتوبر دي هو ايه سببها اصلا من الاول. ولان برضك نبص على قنوات الاخوان المرتزقه اللي موجودين في تركيا شغالين بيتخيل بمنتهى البجاحه يقول لك احنا دي ما كانتش حرب واحنا خسرناها واليهود كسبوا واحنا كنا عاملين اتفاق مع اليهود ان احنا نقوم بالحرب ديت، يعني كلام تهريج بيروجوا في حاجات تضحك يعني. طب الشاب ده بيسمع الكلام، خلي بالك الكلام ده ويقتنع، ميال قوي انه يسمع الراي المعارض يعني. فبيسأله بقى ويقولوا احنا ده دورنا ودور الاعلام واستاذتنا الفاضله بان احنا نوضح للشباب دولت ما هي حرب اكتوبر وايه سببها. نكسه 67 كان السبب، بنتكلم احنا اهو كاعلاميين اهو دلوقتي بنقول ان كانت مصر ايام رئيس جمال عبد الناصر عملت اول خطه، تخيل اول خطه بعد ثوره 52 اللي هي خطه 60-65 وحقق فيها نمو اقتصادي هائل جدا وصل ل 6% وده كان رقم بالنسبه له في التوقيت ده كبير جدا. فطبعا كان مطلوب اصطياد الديك، يعني هو الرئيس عبد الناصر ان هو يتم كسره، لانه ما تنساش ان هو حرر معظم افريقيا. فرنسا كان ليها باع، انجلترا ليها باع، طبعا الاسرائيليين عايزين يتمددوا ويتوسعوا، الامريكان موجودين مع الاسرائيليين بحكم ان هم حاطينهم وهم اللي زارعينهم. الجزئيات دي كلها حققت في النهايه ان احنا وصلنا لهزيمه 67. هزيمه 67 اثرت بالتالي على الشعب المصري، وكان مطلوب اعاده بناء القوات المسلحه. خسرنا 90% تقريبا او اقل شويه من معدات وتسليح القوات المسلحه. الكلام ده كله ادى بالفعل ان الجيش المصري محتاج رفع معنويات، فعملنا حرب الاستنزاف والثلاث اربع سنين دولت. احنا اليهود كسبوا الحرب في 6 ايام، احنا كسبنا حرب 73 في 6 ساعات. اقدار يعني حاجات لذيذه يعني. انا مش عايز اضيع وقت كتير لكن الكلام على اكتوبر كلام ممتع طبعا. ده لو قعدنا سنين نتكلم على اكتوبر. فبنتكلم بقى على مستوى السياسه والاقتصادي، على السياسه والدبلوماسي، بنتكلم على المستوى الاقتصادي، الروح المعنوية أو الناحية النفسية. ودي هنتقابل مع طبعاً. باشمهندس عمر، مبادرة تكون إيجابي لها دور في المناسبات الوطنية؟ طبعاً. حضرتك عملت حاجات فعاليات فعلاً؟ طبعاً، احنا كنا طبعاً دائماً بنحرص ان احنا نقيم احتفاليات اكتوبر بشكل جديد، وزي ما تفضل معالي اللواء ان احنا برضو حرصنا على ان احنا نصدر للشباب مشهد اكتوبر من خلال السوشيال ميديا، من خلال حاجات جديده. وكان لنا دور في زي فيلم الممر، احنا برضو بنحاول نطرح فيلم قوي جدا، اعاد تراث الافلام البطوليه بهذا الشكل، وابتدينا نصدره لاولادنا، لدرجه المبادره خدت كتير من شباب المبادره ودتهم الفيلم.
بجد انا حسيت بروح تانيه مختلفه طبعا. حسيت ان الانتاج اسيا عارف. هو الممر عمل طفره يعني عمل حاجه خطيره يعني احنا كفنانين انا كهند بتمنى ان كل ست شهور مش كل سنه يعني في فيلم من يعني بيتكلم عن انجازات وانتصارات الجيش المصري، لان زي ما حضرتك بتقول ان فعلا في ناس بتبقى بعيد خالص، لكن الممر ده رجع جيل كامل بالظبط. قدرت اوري له حياتنا كانت ازاي، الحرب دي ايامها ايه، النفسيه كانت عامله ازاي، قدرت ان انا اعيشه معايا المرحله دي زي ما احنا عشناها جيل السبعينات والثمانينات والتسعينات. بس هنا بقى دور الفن، انا بعترف دايما ان دور الفن اكثر الطرق لوصول الهدف. قوة النعمة طبعا. قوة النعمة. استاذ زين، عايز اعرف اسباب انسحابك من الانتخابات البرلمانيه. ما انا ما انسحبتش من الانتخابات البرلمانيه، انت هتطلعي عليا اشاعه قدام الناس كده. لا انت قصدك انسحابي من حزب الحريه المصري. حزب الحريه وتقديم استقالتي. ما هو لسه كنت هكمل حضرتك يا جماعه، بس خلي بالكم انا نازله فردي مستقل عشان نبقى واضحين. ان شاء الله رقم 8 رمز الخاتم كمان. طلع عليه اشاعات كده. لا مش اشاعات. لا ان شاء الله نازلين مقطم والخليفه باذن الله. والله انا عايزه اقول لك حضرتك على حاجه، انا بقى لي 10 سنين بشتغل. خدت اجازه من المجال الفني من ايام 2011 وانا شغاله على ارض الواقع وفي الشارع مع الناس. انا كنت امنت المراه في حمله رئيس عبد الفتاح السيسي، حمله مواطن تحيا مصر، وفي الحمله الشعبيه مع سياده اللواء محمود بي خليفه. فاحنا شغالين على طول دستور. عايزه اقول لك معلومه كمان، 25% كتله المراه ده احنا اللي كنا طالبينها في لجان الاستماع في الدستور لما كان سنه 2014 يعني لجنه الخمسين. فاحنا كنا في لجان الاستماع، حضرنا حوالي بتاع اكتر من 10 لجان استماع وكنا بنطلب الكلام ده، وكان بيبقى مكتوب في المطبطه. فاحنا كنا عاملين حمله اسمها عايزين دستور جديد، مش عايزين تعديل، عايزين دستور جديد. ماشي. فاحنا كنا قلنا احنا عايزين في ماده بتقول مثلا ان احنا عايزين المراه تبقى بنسبه 25% موجوده ثابته، يعني اقول لك الكوته يعني. فيعني الحمد لله ان انا من ضمن الناس اللي كنا اول اوائل الناس اللي كنا طلبنا ده، برغم كده ان انا يعني نازله فردي مستقل. انا بطلب لزمايلي يعني مش مشكله. الموضوع كله في الحزب ان انا اشتغلت معاهم، مضيت الاستماره بتاعتي السنه اللي فاتت بالظبط في شهر 12. يعني بامانه شديده جدا انا كنت رافضه اخش احزاب، ولكن يعني شخصيه عزيزه ومحترمه جدا سياده اللواء احمد بيه العزازي لما طلبني، هو كان ماسك امانه القاهره، فقلت له يا احمد بيه انا مش حابه اخش احزاب، فقال لي هنشتغل وهنعمل. فقلت خلاص، لقيت فعلا الامانه بتاعه القاهره كانت قويه جدا، فيها قيادات قويه جدا. جينا لما اتكلمنا على انا خلاص بقى دخلت عشان هننزل بقى القوائم والحكايه دي بقى حزبيه، فقلنا خلاص. فانا اسمي كان مترشح اول اسم في الترشيحات على اساس ان انا بالظبط كده ان انا ادخل قائمه القائمه الوطنيه. فوجئت طبعا بعد الاتفاق مع عطيه بالفيومي، فوجئت ان الكرسي بتاعي راح لحد تاني. فعشان كده رحت مشيت. طبعا استاذ معتز، نائب معتز، انا مش متذكره الاسم وانا اسفه، من احد اعضاء المجلس الرئاسي، لان كان عندنا شخصيه ومشيت، يعني مش لا داعي لذكر اسامي. ولكن كان في المجلس الرئاسي عطيه بالفيومي واحمد اديس واحمد مهنا النائب احمد مهنا والنائب اللي هو المسك التنظيمي معتز معتز محمود. ففوجئت طبعا انا عطيه بيه، كنا متفقين عطيه بيه في يوم ان انا اول اسم في المراه، ما انا عملت المراه، فلما يجي كرسي المراه يبقى انت عاكف اللي شغاله بقى 10 سنين. صح ولا غلط؟ فوجئت ان اتاخدت السيده المحترمه زوجة اخو احمد بيه معتز بيه، يعني هو جاب مرات اخوه بالبلدي كده يا جماعه يعني. فطبعا انت عايزه تفهميني ان انا بشتغل واشتغلت معاهم وعملت لهم فعاليات قد كده، وكنا بنشتغل، وخليت امانه القاهره دي انا وزمايلي والقيادات اللي كانت موجوده واحمد بيه العزازي طبعا، بقت هي الحزب امانه القاهره. فجاه كده الكراسي اللي تيجي للحزب يا
ياخدوها. يعني انا مش في حزب عائلي، انا في حزب سياسي. صح. يعني ما ينفعش اجيب مرات اخويا واخو مراتي واختي، ما ينفعش الكلام ده. صح. لدرجه ان انا يعني ربنا يسهل، يعني لو ربنا كتب لي ان انا بقيت في البرلمان، معلش ما ينفعش ان انا واخويا او انا وابني. انا بلاقي ناس داخله دلوقتي فلان وابنه، فلان وابوه. يا جماعه واحنا ما عندناش في مصر دي، مصر ولاده. احنا عندنا قيادات جامده جدا. يعني انا دخلت خلاص بقى اسيب فرصه تانية حد تاني يدخل، اصل هو مش عائلي. أيوة. الموضوع مش عائلي. وعايز اقول لك حاجه، الجديده فعلا اقامت شكل غير دستوري بالمره. يعني في اشكال كثيره من الاحزاب اللي موجوده على ارض الواقع النهارده. وبرده كان في مشكله في حزب الوفد، الحزب العريق اللي ليه اسمه وتراث. فاحنا بنتكلم ان فعلا المرحله دي في توجهات من بعض الاحزاب بتخلي المشهد سيء جدا. طبعا هو في نقطه، اسمح لي باذنك، يعني اتفضل فندم. المشهد ده اصلا منبعه كان ترامب نفسه، رئيس امريكا. رئيس امريكا خد منهج المال السياسي، وهو راجل تاجر شاطر فعلا. ده اهم نقطه وانا هسمعها. هو نقل قبي من امريكا لجميع انحاء العالم، ان هم المال السياسي او تجار كبار او رؤساء الشركات اللي هم رؤساء مجلس الاداره اصحابي، يعني هم قطاع خاص، يعني هم يسيطروا على المشهد السياسي في جميع انحاء العالم، مش هنا حتى. يعني هو انتقل لنا كعدوى زي كورونا، تاخد بالك. فتلاقي كل المشهد، وهتلاقي ثلاث ارباع اللي داخلين في المجلس ده او اللي بعده ولا غيره، هم كلهم رجال اعمال. بمعنى رجال اعمال على مستوى العالم كله بيهمهم ان هم في المشهد السياسي يسيطروا على مجلس النواب، ويعينوا مين ينزل ومين يطلع، حتى في الرئيسه بره. يعني هنا في مصر هنا وضع خاص، لكن هم بيتدخلوا في مين يبقى رئيس الدوله. بما انهم هم عندهم راس المال وعندهم كل حاجه، وبالتالي بيطلع القوانين اللي تعجبه ويشيل القوانين اللي ما تعجبوش. وده داخله فيها امور. فلذلك المشهد السياسي حاليا عبس شويه، خد بالك. عشان كده احنا بناكد على الساده المواطنين وهم سامعيني دلوقتي، اختار من يصلح عشان يجيب لك القانون اللي يساعدك، اللي يساعدك مش اللي يساعده هو. مظبوط. وهو بيساعد نفسه ان هو راجل غني، يحمي مصالحه من الاخر. يعني خلينا واضحين يا جماعه. يعني خلينا واضحين، معلش. طبعا يعني انا اشكر حضرتك طبعا انك تدركت النقطه دي. على فكره المال السياسي بيتوزع بقاله 3 ايام الفردي، احنا بنتكلم حتى في الفردي. حتى فردي. انا ما نزلتش قايمه وانا مقاتله، قلت لا خلاص ما فيش مشكله، انا عندي هدف وعندي رساله وهنزل، سواء انا اختلفت مع الحزب خلاص سوري، يعني قلت لهم كده في استقالتي، ده حزب عائلي وانا ما يشرفنيش ان انا اكون موجوده فيه، وانا ست جريئه جدا لان انا ما فيش حد كسر عيني. انا اشتغلت، ما ينفعش حضرتك ان انا اشتغل وفي ناس تطلع على كتافي قاعده في البيت. يعني مش ده ما ينفعش، لا يجوز. لما انت عاكف اللي شغاله بقاله 10 سنين، انا على فكره كمان كنت منسق الاعلامي للوفد الشعب اللي زار روسيا، تمهيدا لزياره الرئيس. وتوضيح للرؤيه. صح. فانا ما ينفعش ان انا اشتغل كده وفي الاخر حد غيري يجي ياخد مكاني. قلت خلاص مش مشكله، احنا هننزل فردي. الاقي رجال اعمال ايضا نازلين في الفردي، على راي حد بيقول طب من الغلابه دول مين اللي هيتكلم باسمهم؟ مين؟ انا النهارده لما الفردي كمان النهارده بقاله 3 ايام في جميع الدوائر بيوزع الفلوس وبيشوف مين هياخد ايه، والكرسي ب 50 جنيه. انا اسمحوا لي من خلال البرنامج بناشد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. بناشدك يا سياده الرئيس، يعني عايزين نوقف المهزله دي، مهزله المال السياسي. وفي اعتقد ان في قانون، ومش اعتقد ده انا متاكده، واحنا عارفين الكلام ده كله، في قانون بيمنع المرشح يشتري الاصوات. فاحنا النهارده بنشتري الاصوات. فاحنا عايزين نفعل القانون ده، المرشح اللي يشتري صوت خلاص تسكت اساسا، ما يدخلش الانتخابات. يعني خلاص ده يبقى اكس عليه كده، مبدا الراشي. مبدا الراشي، لان ده فساد سياسي. ده فساد سياسي من خلال شراء الاصوات في البرلمان. انا بقول ده قبل ما يعني كمان بقى ما ننتخب، لان انا الدوره اللي فاتت حصل نفس الكلام. وقدمنا سيديهات للمحكمه ومجلس الدوله وحاجات كتير ملوش داعي نتكلم في اللي فات، لكن خلينا في اللي جاي. احنا لسه اهو قدامنا فتره على الانتخابات. فانا بناشد سياده الرئيس، يعني يا ريت يا سياده الرئيس بعد اذنك وبعد اذن محاليك فعلا يتدخل في الموضوع ده، عشان بس المهزله دي يعني خلاص كفايه كده بقى. احنا عايزين نوقف المهزله دي. النهارده بقى لنا النهارده 3 4 ايام المال السياسي لشراء الاصوات شغال.
المال. طب لما النهارده انا هشتري صوت يبقى تفتكر ان انا حضرتك ان انا اكون صالحه ان انا اشوف مصلحه الشعب؟ لا لا. بالمناسبه دي انا هتكلم بجزئيات بسيطه كده. اتفضل يا فندم. انا كنت في احتفاليه في ابشواي في فيوم قريب. وبعدين افتكرت نكته كده لذيذه قوي وقلتها حتى فن. كان حوالي بتاع 15,000 جاي يشوفوا المرشح بتاعهم يعني. وبعدين الراجل المرشح بيمر على الدايره كده فيها وجد راجل غلبان كده قاعد على جنب فجه ادى في ودنه كده وقال له بقول لك ايه 200 جنيه اهم وعايزك انت ولادك بقى ايه ظبطوني في الصندوق. فقال له بقول لك ايه يا ابني انا راجل تعبان ومحتاج حمار وخد ال 200 واشتري لي بهم حمار. فراح النايب ده المنتظر ده راح رايح يدور في السوق على حمار مناقش ب 200 جنيه ب 6000 و 4000 فرجع لي تاني قال له بقول لك ايه انا ما لقيتش حمار بال 200 جنيه دول. قال له يعني انت ما لقيتش حمار بكام؟ قال له ب 4000 يعني انت هتشتري لي ب 200 جنيه مش انا مش جاي ثمن حمار حتى يعني الحمار ب 4000 جنيه وانت عايش تشتري هي تبدو يا فندم ان هي اضحوكه ولكن هي السوشيال ميديا على فكره شغاله على لا لا شوف القصه ديت ما مشت في مصر زي زي النفلاش يا فندم احنا هننتج مشهد سياسي من اسوأ ما يكون بهذا الانخلاط في المال السياسي بالشارع طبعا. احنا بقالنا فتره بننادي ان احنا بنقيم دوله جديده ورؤيه جديده 2030 هتتحقق بايه؟ اهدافك ايه عشان تكون برلماني؟ اللي البرنامج الانتخابي النزيه اللي انت تقدر تقدمه ما هو تراثك؟ يعني بدون تراث تقدر تحكم عليا وتقول لي انا بكره هقدم؟ لازم يكون ليك تراث في الشارع واسس ومعايير. الاسس ومعايير دي هي المال السياسي فقط لا غير. طب وفين الدماغ اللي هتفكر؟ فين الناس اللي هتدخل تشرع قوانين لصالح الشعب؟ فين اللي هتراقب الحكومه؟ مفيش. فين اللي هتراجع الحكومه؟ فين اللي هتراقب؟ فين كل ده يا جماعه؟ طب فين اللي بيراقبوا الحاجات دي؟ طب ما هو لازم هو في مراقبه للي هم بيدوا الفلوس عشان حاطط دلوقتي بنناشد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه فعلا بالتدخل السريع قبل الانتخابات ما تبتدي. احنا قدامنا ايام وهتبتدي المرحله الاولى فاحنا يا لازم يا استاذ هقول لحضرتك حاجه. ده بيبقى عند فتح الله بيدوا كوبونات لشراء المشتريات من جوه ب 50 و 100 جنيه. هو دي الصوره اللي بقت في مصر كلها. ما هي دي وبدات بالفعل في الاماكن عندنا. ده الفساد. أيوة. بعينه والرئيس عبد الفتاح السيسي بيحارب الفساد طبعا. احنا شايفين الرقابه الاداريه قايمه بدورها ازاي وبتعلم كل شويه ده حصل كذا ده حصل ما بتسيبش واحنا مبسوطين جدا. تمام. انا عن نفسي مبسوطه جدا. الفاسد لازم يتعاقب والقانون لازم يكون رادع جدا. فاحنا عندنا المال السياسي في قانون بيعاقب المرشح على المال السياسي الراشي والمرتشي. قانون وشريعه يا فنانه. نعم. قانون وشريعه شريعة. يعني الراشي والمرتشي بالظبط كلاهما في النار. ده بنص حديث شريف. احنا دلوقتي دي الشريعه حضرتك بقى احنا بنتكلم بالقانون. هذا احنا وزيك. دلوقتي بنتكلم بالقانون. طب نيجي نتكلم بقى بالواقع بقى بالواقع. اتفضل. الواقع ان ده مشهد ده موجود وزي ما قلت لحضرتك هو قائم في امريكا نفسها. يعني ترامب دلوقتي بعد ما طلع من ازمه كورونا المفروض عنده 2 مناظره مع جون بايدن والنايبه بتاعته كامله هاريس والنايب بتاعه هو بنسي ده والاثنين المفروض حتى النواب يعملوا مناظراتهم الاثنين عشان الشعب يختار. انت ممكن تتخيل يعني ترامب هيشتغل ازاي؟ ترامب دايما عقليته عقليه تاجر ازاي يكسب في الاخر. هو في الاساس تاجر فعلا. ايوه ما هو ده اللي بيحصل عندنا في مصر الان. ما ينفعش احنا مش امريكا. احنا عشان كده بقت الكوره بتلعب مين؟ الشعب. الشعب. الشعب عشان كده حضرتك بتخاطب الشعب. يا شعب يا شعبنا جميل. بنخاطب الشعب. اختار حتى القايمه. انا عندي قايمه او اثنين. بختار يعني مش هقول لك احسن يعني هم مالينا انا باخد يعني اسواقهم. دخل بالك؟ طب عندي بقى في كل دايره الاقي فيه 80 واحد في الفردي في الفرد بيتنافسوا على معقدين ثلاثه. يا فندم النهارده هنا الشعب الغلبان ده دلوقتي داخل 600 صوره قدامه هيختار فين واحد فيهم. عشان كده بنقول له وانت واخد قرارك قبل ما تخش جوه لان هتلاقي الناس على الباب بيقول لك اختار محمود. مين محمود ده؟ هو ما يعرفوش. هو ما يعرفوش بس هو اخر حاجه اسمها محمود رقم 16. داخل محمود رقم 16 معلم عليه. هنا بتيجي بقى بمهاره البهوات اللي محترفي الانتخابات. السماسرة. ايوه السماسرة. برافو عليك. السماسرة. حضرتك مش محترف انتخابات ولا حضرتك يبقى مش هتنجح. لكن لو انت مدرك الدايره دي بتدور ازاي انت هتنجح. طب الحل ايه؟
حضرتك عايز نبقى محترف الانتخابات ان انا اوقف لحضرتك قلت سمسرة بين على الباب يفرقوا ال 50 جنيه وال 100 جنيه. انا مش عايزه النجاح بالفلوس، لا انا عايزه اللي هينتخب هند عاكف ينتخبها عشان واثق ان هي هتعمل حاجه، هتشرع قانون يخدم المجتمع كله حتى بعد مماتها، وهتخدم الناس بجد. انما النهارده ال 50 جنيه وال 100 جنيه دي هيصرفها، مش بعد كده هيعمل ايه؟ مش بيشوف النائب، صدقني ما بيشوفوش. هو هيجي له ازاي؟ هو مش فاضيله. يعني انا لما هو هيدير اعماله ولا يدير ولا يدير المجلس؟ انا مش خدت منه 20 جنيه يبقى قبضت ثمن. خلاص انت خدت حقك. ولو قابلك هيقول لك نفس الجمله، هيقول لك انت خدت ثمن، ما تخشليش هنا ثاني. ثمن صوتي انا خدته بالزبط. انا شاري بفلوسي. فاحنا بنوعي الناس، يعني بتتكلم الناس دلوقتي، احنا بنوعي الناس. احنا بجد يا جماعه، يعني مش بتكلم علشان دايرتي انا بس، لا علشان انتخابات على مستوى جمهوريه مصر العربيه، عشان البرلمان يخرج بشكل جيد، عشان لو حد يقدر يدافع عنكم وفعلا يشرع لكم قوانين تنفعك وتنفع اولادكم. انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، يعني نفترض مثلا ربنا اراد ان انا ربنا كرمني ونجحت، ما انا محتاجه جنب النواب التانيين لما شرع قانون واجي مثلا يقولوا موافقون، محتاجه ال100 ال200 ال300 اصوات حره، الاصوات تقول موافقون. لكن انا ممكن اشرع قانون كويس جدا للمجتمع وللشباب ايا كان هو يخص اي فئه، وقانون فعلا ده صح جدا، ولكن الاقي الناس التانيه معلش سوري ممكن مش هستندك، مش مستوعبه القانون او مش فاهماه او فبالتالي ايه القانون يترفض او ضد مصالحها او ضد مصالحها، لا او القانون ينزل تنفيذه على الارض يعمل مشكله كبيره. يا فندم مشكله كبيره، تبتدي تتدارك انت وتبتدي تعتذر ويلي ويلي والكلام ده كله. طب وليه؟ طب ما ليه؟ ليه بقى؟ لان اللي صاغ هذا القانون واللي عمل له الدراسات بتاعته لم يراعي الناحيه البيئيه، ولم يراعي الناحيه المجتمعيه، ولا الناحيه الصناعيه، شويه حاجات كده المفروض يراعيهم وهو بيتخذ القانون. عشان صاحب القرار لما يمضي على هذا القرار اللي هيطلع بعد كده القانون بالظبط، خد بالك، يبقى مظبوط. لكن عشان لم يراعي كل هذه النواحي الاجتماعيه ولا اخره، بيطلع قانون ينزل على ارض الواقع تلاقي فيه مشاكل كبيره جدا، وممكن تعمل مشاكل يعني على مستوى كبير. طبعا. طيب هو المعنى كده ان الراجل اللي قاعد تحت قبه البرلمان ده ما شافش شغله. بالظبط. بالك وبالتالي ويغير بعد كده. احرى، لا استنى، ده احرى القياده السياسيه. طبعا. انك انت بتطلع له قانون هو الراجل مالوش دعوه بيه. يعني رئيس الدوله ايه علاقته بالتشريع؟ انت اللي بتصيغه وبتشرعه، ده في لجنه التشريع جوه في النجم. على فكره حضرتك يعني الحكومه بتعرض مذكره الغرض منها بتقول لك والله دي فكره لقانون احنا عايزينه، يخش لجنه التشريع هم بقى يبتدوا يدرسوه طبعا شوفوا ايه الصالح ويعدلوا، لازم يكون مؤهل. يبقى هنا النائب اللي بنتكلم عليه مؤهل. النهارده كان في مؤتمر ولد جميل ودوت اداني روح جديده. الولد في المؤتمر لعامة من البسطاء جدا قعد يتكلم معاهم، قال لهم انا مش هقدر امنعكم ان انتوا تاخدوا الكرتونه وال50 جنيه وال100 جنيه، لكن هقول لك امانتك عند الصندوق، خد الكرتونه وخد ال 50 جنيه بس خش اختار صح، دي الامانه اللي عند ربنا. لو جالك اصل هو فعلا اول جمله بيقولها اللي دافع فلوس، اول جمله لما حد بيساله في مصلحه او خدمه يقول له انا دفعت ثمن كرسي ده. طبعا طبعا. فانا ما ينفعش ان انا ابني مجلس نواب مصر اللي كان بيقود العالم، انت اول مجلس نواب اتعمل في المنطقه العربيه. احنا الان اسمحي لي بذلنا حضرتك، اسمحي لي احنا واخدين منك الميكروفون. لا 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 هو احلى حاجه. لا لا اتفضل معلش، انا عايزه اقول جمله واحده يعني تعقيبا على كلام حضرتك. لما يجي التشريع ده المواطن يتضر منه ويلجا للقياده السياسيه، اقول لك ده ايه بيضر القياده السياسيه، كله بيقول ايه مش البرلمان يا ريس، بتكلم على هو اللي بيوجهها. رئيس الجمهوريه حضرتك يرضيك كده، الريس اصل الريس عمل اصل لا مش قلت لك واحنا جايين كل شيء هينسب اليه؟ مش قلت لك كل شيء في الاخر هينسب اليه؟ كنا لسه بنتكلم في العربيه، كل حاجه هتنسب الى القياده السياسيه، وهي براء من كثير من ما لا يحدث على ارض الواقع، ويسبب احراج ويسبب فشل ويسبب تقاعس في انتاج بمشهد سياسي بحت هتقود منه دوله. فاضل ايه بعد البرلمان؟ فاضل ايه بعد البرلمان لو جه سيء؟ ولا انا نسمع يعني اسكندريه بقى. هي قالت لك فتح الله. لا لا فتح الله. البرلمان اللي فات عشان احنا خرجنا من يعني من النفق المظلم. طب احنا دلوقتي في مرحله اصعب، احنا بنبني مصر استنى شويه لسه عندنا كتير عشان نبنيه،
والرئيس مش مخلي جهد بصراحه على وعندنا مشاكل كتير اصلا مليون مشروع لا ده عندنا مشاكل كبيره السنه وعندنا مشاكل في اثيوبيا وفي على 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 الارهاب وفي ليبيا وفي محتاجه يا فندم عقول مش محتاجه جيوب وفلوس انا محتاجه عقول مش كاتبه بنك نوت لا 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 محتاجه عقول تقعد في البرلمان طب احنا هنحصرهم ازاي يعني حضرتك بتحصرهم ازاي بقى حضرتك انا هنقول تاني احنا كام واحد متقدم بيقول للناس بقى دلوقتي الشيكات هي اللي بتوزع فلوس العقول ما بتوزعش فلوس تمام العقول تعرفيها ازاي اللي ما بتوزعش فلوس والناس العقول الناس عارفاها يعني اللي يعني اللي هو اللي مش بيوزع فلوس هم اللي انتبهوا له الفلوس ده بيوزع على عشان ياخد صوته لانه هو مش عايزه تفهميني ان هيرمي 5 6 مليون 10 مليون ليه في ارقام افضل كده يا فنان في اكتر نعم الارقام عاليه عن كده انا مش عايزه اقول افضل كده ليه حضرتك ها لكن احنا النهارده نازلين بنعمل الدعايه البسيطه المطلوبه عشان احنا داخلين نشتغل وبص على خلفيه حاجه ثانيه والكلام ده بين النائب النائب جاي لوحده ولا ليه خلفيه ليه باع في الارض وليه شغل ولا لا أيوة. تدور على نائب ما تعرفش عنه خلفيه عمرو بيه ان احنا فقدنا قصه الزعامه السياسيه والكاريزما السياسيه حتى رؤساء الاحزاب اسمحوا لي وانا بعتذر لهم انا مش لاقي زعيم سياسي يقف في البرلمان يجي للبرلمان لا استجواب ولا اي حاجه للحكومه ما شفتش استجواب للوزير ولا استجواب لرئيس حكومه ولا اي حاجه خالص وكاني هو مش مراقب للحكومه دي وظيفتك ان التشريع والمراقبه اين دي واين دي حضرتك بتقول رئيس يعني الاحزاب احزاب ايه يعني احنا لما الحزب الحريه ده بصراحه من الاخر كده يا جماعه ما تعرفش لما امانه القاهره دي جت واشتغلت واللي هو العزازي واحنا ومش انا لوحدي قيادات كبيره والاستاذ عارفها كويس جدا بيجي النهارده اخدش بقى اخد فين الامانه العامه لا هم دول انتوا بتوزعوا ايه انتوا الناس اللي اشتغلت دي هي اللي خلت الكراسي دي تيجي وكل حزب لما خد عدد معين من الكراسي خده ليه مش بناء على شغله طب انت حضرتك النهارده اشتغلت وانا اللي حصدت ازاي ده مش مظبوط ولما احنا نتعامل النهارده بكده في البرلمان ده الدنيا مش هتبقى حلوه هي مش كل ما نناقش النتيجه يعني اللي ما بعد البرلمان هتبقى اسوأ مما نتصور كل واحد ياخد حته احنا داخلين دلوقتي انا من وجهه نظري اسمحي لي بعد اذنك لا اتفضل حضرتك يا احنا داخلين على ازمات كبيره ومطلوب حلها ازمه سد النهضه حتى الان لم تحل حقيقي ازمه زي ازمه ليبيا لم تحل حتى هذه اللحظه صولان وجولان بتاع اردوغان في الشرق الاوسط كله هيفضل مستمر امريكا سابته الحبل على الغارب يعمل زي ما انت عايز فهو راح الناحيه الثانيه في اذربيجان وراح ما اعرفش في ارمينيا يشوف قصه ايه يعني هو اتلخى من الناحيه الثانيه شويه وسايبك في ليبيا بردك حكومه الوفاق مش عايزه تحل وتخلص الليله ديت ونخرج من الموضوع دوت مصر اصبحت كل دي مشاكل بتقابلها كذا سياسيه مرحله شائكه فبتكملها له انت كمان بايه بان البرلمان الشعب ده كلام حقيقي يعني الشعب مش راضي عنه بالشكل اللي هو عليه دلوقتي الشعب مجلس الشيوخ اللي داخل ده برضك الشعب مش راضي عنه وحط مشهد غير سيئ ايوه فهنا اذا نلحق اللي جاي اذا المشهد ده الكلام ده مش عشان انا بس لا انا بدافع عن حقي بدافع عن 10 سنين فاتوا وبدافع عن 5 سنين جايين انا بدافع عن 15 سنه ولكن مش بدافع عن هند بس لا زي ما قلنا انا لما اقول حاجه في محتاجه الناس اللي هي الاعضاء تساندني تكون فاهمة لكن أنا أتكلم مهما أنا أتكلمت ومفيش حد جنبي ناس فاهمة المشروع مش هيتم القانون مش هيتم رئيس عبد الفتاح السيسي حقيقة احنا أنا شخصيا بتوجه له دايما بالشكر لأن هو عينه على المشهد السياسي بشكل ولكن في حاجات هو رئيس ده ما بيدخلش فيها يعني مش هيقول مين يخش يرشح نفسه بس برضه لازم نخاطب احنا نخاطب وعي الشارع تجاه المرحله اللي جايه دي انا بقول لحضرتك مش هنقدر نتحكم في مسار طيب الا ما الشارع يعرف ان لينا هي حل الوحيد في ايد الشعب مش مال السياسه في ايد الشعب بس في حاجه يفعل القانون ان انا النهارده لو انا الراشي اشتريت اصوات لا هدي انت بره حضرتك الراشي الانتخابي مش في قانون بيقول الكلام ده ولا مفيش في قانون الراشي الانتخابي هنا في المجمع الانتخابي والمسؤول عن الناحيه الانتخابيه ما هو احنا بنناقش ده هو قبل ايه قبل ما نقع في الانتخابات يعني المواضيع كلها متشابكه كلها
طبعا هو ترامب سبب في الليله دي كلها هو اللي شجع من الاول خالص موضوع الزمن الحديثة وان هي تبدا تخش وتتغول في الاقتصاد. احنا بننقي ولا بنزود؟ انا عايز اقول حاجه بس احنا وقت البرنامج جرى المعركه كانت ساخنه والوقت جرى والوقت جميل جدا واتمنى ان احنا نكمل ممكن حلقه ثانيه ان شاء الله. احنا في ذكرى اكتوبر بس عاوزين مشهد سياسي جيد عاوزين ولادنا تعرف حقيقه الامر وحقيقه الناس اللي شغاله على ارض الواقع. عاوزين نختار صح لان اكتوبر اثقلتنا حمل ان احنا لابد ان يكون شكلنا ومشهدنا افضل من كده بكتير. انا طبعا باكد ثانيه استاذتنا ان حرب اكتوبر هي سبب وعدنا حاليا دلوقتي طبعا. جميل جميل طبعا. حرب اكتوبر هي الكرامه يعني هي كل الانجازات اللي بتتم على طبعا لولا اكتوبر لولا احنا لولا الشباب اللي كانوا ياما كانوا شباب وضحوا بحياتهم ولولا اللي اتصاب ولولا اللي يعني كل هذا العمل وكل هذا الزخم والتفكير وازاي تتنفذ هذا الحرب لاستئذان. احنا كنا يعني الرئيس عبد الناصر السادة كان في ثلاث حلول عنده: يا يستسلم لاسرائيل ويديله اللي هم عايزينه، يا يوقف خطه التنميه وما يعملش حاجه، او قال لك لا نوقف نقلل خطه التنميه نسترشد فيها يعني استرد والتصدير والحاجات اللي زي دي، لا صوت على فوق صوت المعركة. هو ده كان الاتهام. طبعا طبعا اشكركم يا جماعه. اشكريني انا لسه قلت حاجه ولا اشكركم انت بس طبعا يعني كل التقدير كل التقدير للزعيم طبعا محمد انور السادات رئيس جمهوريه مصر العربيه الله يرحمه يا رب. يعني هو طبعا مخطط لحرب اكتوبر وانتصار اكتوبر طبعا وكل قيادات الجيش المصري وكل القيادات وكل الشهداء احنا بنكن لهم كل احترام وهم طبعا ابطال مصر. وطبعا يعني الحقيقه سيد وزير الدفاع وزير الداخليه طبعا 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 كل قيادات القوات المسلحه طبعا 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 واهي طبعا ست رئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يا رب يكرمه ويبارك له طبعا. اسمحي لي من الاخر بقى حاجه عشان انا عايزه اقول حاجه عشان انا وقعت فانا اقولها النهارده. اتفضل. مش دعايه انتخابيه والله بس انا اشكر بصراحه اهلي في المقطم والخليفه لان هم واقفين جنبي بشكل وبيقولوا لي احنا هنحارب المال السياسي فاحييهم كلهم رجاله المقطم ورجاله الخليفه. كلنا بنحييكم كلكم وشكرا لكم والى اللقاء اعزائي المشاهدين في حلقه قادمه ان شاء الله. شكرا.